أصحاب النصف خمسة، أصحاب الربع غرفة الزوجية زوج زوجة انتهينا، والثمن غرفة الأرامل، والثلثان هم أصحاب النصف عدد الزوج إذا كانوا جمع، والثلث اثنين الأم والإخوة لأم، والسدس سبعة انتهى الإرث. والله لو ضبطت هذه المسائل ضبطتها انتهى الإرث، أي تركة بإذن الله تقسمها. نعيد من جديد، أصحاب النصف كم؟ خمسة، وأصحاب الربع غرفة الزوجية اثنين زوجة زوجة، وأصحاب الثمن غرفة الأرامل زوجة فأكثر إلى أربعة، طبعا ما يمكن فأكثر، أكثر من أربعة ما عندنا في الإسلام، تمام. الثلثان هنا هم أصحاب النصف عدا الزوج، أصبحوا كم؟ أصحاب النصف خمسة، حذفنا الزوج أصبحوا كم؟ أربعة، هذا أصحاب الثلثين. وأصحاب الثلث نفس أصحاب الربع، مو نفس، هنا الزوج أو الزوجة فأكثر، وهنا اثنين الأم والإخوة لأم، اثنين اثنين خلاص. أصحاب السدس سبعة، أعدهم، الأب والأم والجد والجدة، هذول كم؟ أربعة، بنت ابن فأكثر، الأخت لأب فأكثر، ولد الأم، هذا سبعة انتهينا منهم. لا يا أخواننا، ممكن تراجع بعد الدرس تحفظهم، تأتي للشيخ سعيد قل أصحاب السدس كم؟ قل سبعة أنا أذكرهم لك، تقول هكذا. علم يحتاج هذا السلف الصالح إخواننا، نضيع أوقاتنا الآن بالقيل والقال والبحث عن السلطان وعن غلاء الأسعار وكذا، تعال وقسم الإرث، مفهوم؟ نعم. أعيد، هبا دبز، هذا الخلاصة. إيش؟ ها هبا دبز، الها خمسة، والباء اثنين، والألف واحد، والدال أربعة، والباء اثنين، والزاي سبعة، هذول أصحاب الفروض. أعيد، نعيد يا إخواننا، ما عندنا إشكال، إحنا جئنا الآن حتى نضبط أصول الفرائض. إذن عندنا الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، نصف خمسة، ربع غرفة زوجية انتهينا منهم، أسهل شيء، أسهل شيء الزوجين، والثمن غرفة أرامل، والثلثان أصحاب النصف عدا الزوج إذا كانوا جمع، الثلث الأم والجمع من الأخوة لأم، وأصحاب السدس سبعة، الأب والأم والجد والجدة، بنت الإبن فأكثر، الأخت لأب فأكثر، ولد الأم أخ أو أخت لأم فقط منفرد، إذا جمع أخذ الثلث، انتهينا من أصحاب الفروض. نعم، إذا تريد أفصل أكثر أفصل أكثر، إحنا نبغى نضبط أصول المسائل بس. نعم، بقي معنا أخذنا الفروض المقدرة، ومن يأخذ هذه الفروض سيأتي الشروط بإذن الله تعالى.